بهذه الأثناء يطلق جنود الاحتلال القنابل المسيلة للدموع باتجاه المواطنين من أهالي كفرشوبة الذين اجتازوا السياج الشائك. كنا باجتماع بالسرايا مع رئيس الحكومة للمسؤولين عن اليونيفيل، اللي في مشاكل كثير على الحلول اللي عم تصير بيننا وبين إسرائيل، لذلك قلنا أحسن شيء الترسيم، وساعتها بتنحل قضية الخيام وبتنحل قضية الغجر الشمالية. نسقت قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان مع الأطراف المعنية بقياس 282 نقطة وتثبيت 268 برميلاً. قريبا جوا نحن.